أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا العدد الجديد من مجلة رفوف، مجلة ترصد لكم ما تجود به الطبعة 25 من صالون الجزائر الدولي للكتاب السيدة. هذا الصالون يقدم لنا كتبا في مختلف المجالات، أي دح طافت بين أجنحته ورصدت لنا ما يخص الأطفال. نتابع. ساندريلا، بينوكيو، الجميلة والوحش، قصص من أدب الطفل الكلاسيكي لا يزال وقعها الجميل في نفوس الصغار بمعانيها الإنسانية، حجزت مكانها هي وغيرها من قصص الأطفال في رفوف سيلا 2022. أنا جبت الأطفال اليوم باش يشوفوا المعرض تاع الكتب، وباه يكون عندهم علم هكذا على المعرض هذا، ويكون عندهم علم بالكتب تاع الأطفال والموسوعة الثقافية. شي تاع الرياضة وتاع الحيوانات. اللي عجبتني لقيت واحد زوج كتب حول التاريخ واسمه حياة الأمير عبد القادر لالانسومر، خاصة بالأطفال اللي أول مرة نشوفها في الجزائر. فيما يخص أدب الطفل لدينا العديد من العناوين، عندنا أكثر تقريبا من 800 عنوان، مجموعات قصصية مميزة جدا للأطفال، أفضل مجموعات قصصية ولله الحمد في الوطن العربي قاطبة. عندنا عناوين للأطفال، مثلا عندنا القصص مع سي دي انتر اكتيف بين الكتاب والسي دي، عندنا كتب ثقافية مثلا اكتشف كوناتر بالفرنسي، عندنا كتب ألعاب كمان، عندنا كتب القراءة. أنشطة تفاعلية وورشات فنية ترافق جناح الطفل بصالون الجزائر الدولي للكتاب. معرض فنون تشكيلية، معرض للتراث الجزائري القديم، كذلك كان ركن الحكواتي، ضف إلى ذلك ما زالت الورشات مستمرة. المتحف شارك بورشتين مخصصتين للأطفال، ورشة إعادة تشكيل بطاقات ذات مواضيع بحرية، كذلك عندنا نموذج ولا محاكاة للتنقيب الأثري والحفرية الأثرية. جناح الطفل بمعرض الجزائر الدولي للكتاب فرصة تتيح للأطفال تصفح قصصهم وكتبهم التي تعبر عن عالمهم الصغير وأحلامهم الكبيرة، سانحة لتحفيزهم على القراءة وارتياد المكتبات. الصالون الدولي للكتاب سانحة تجمع القراء والكتاب في فرصة للظفر بكتاب عن طريق البيع بالإهداء. وهبة دنداني. كثيرون هم القراء الذين يفضلون اقتناء كتبهم من أيدي مؤلفيها موسومة بتوقيع وإهداء للذكرى يجعلها مميزة على الرفوف. ذاك ما يحصل بأروقة معرض الجزائر الدولي للكتاب في طبعته 25 بقصر المعارض الصنوبر البحري. كون الكاتب كونتاكتي ونتلاقى معها فاس فاس، تكون عندها نشوة وفرحة خاصة. القارئ يعرف الكاتب والكاتب كذلك يحتك مع القراء، يعني يحتك مع القراء ديالو، يشوف الانطباعات نتاعهم، رد الفعل نتاعهم على العناوين وعلى الكتب نتاعهم. وتعرفت دونك بالكاتبه اللي هي فروجة أسمر، ودرت لي اهداء ورانا داخله للدار باش نقراه. المجال كان فسيحا والفرصة كانت أفسح بالنسبة للكتاب والمؤلفين للتعرف على قرائهم وتبادل النقاش. اليوم جئت أهدي كتبي لكل من يقرأ كتبي، لكل من يحبني، وهم كثر جاءوا الحمد لله الشباب واشتروا الكتب ويحبون توقيع الكاتب، أنا أوقع لهم ولكنني فرحان. لماذا؟ لأنه اتصال بين القراء والكاتب. ما يميز صالون الكتاب هو عملية البيع بالإهداء التي تكون فرصة للقاء الحميمي بين الكاتب والقراء، وأيضا الكتاب
يبقى ذكرى للقارئ. والناس كيجوا يشوفوا يشروا نقصروا معاهم ويكتبوا وندير لهم تاني لا ديديكاس للإهداء. وشارك في هذا المعرض بعدة إصدارات أدبية وقانونية وفي العلوم السياسية، آخرها بالنسبة للإصدارات العلمية إصدار في العلوم السياسية بعنوان التفاوض وإدارة الأزمات الدولية. فإذا كان الكتاب جسرا للذاكرة فهو أيضا جسرا متينا للتواصل وتوطيد العلاقات. وليد خالدي من الشباب المبدعين اختار فن كتابة الرواية ويحاول التخصص في كتابتها باللغة الإنجليزية. التقته الزميلة هند شرفي وعادت بالتالي. إيزوتوب أو النظير الكيميائي عنوان رواية ألفها الشاب وليد خالدي، رواية تجاوزت حدود الواقع، هي من نوع الخيال العلمي التي كتبها باللغة الإنجليزية ليقدمها لزائري سيلا. الكتابة بدأت من كنت صغير بعدما طلعت على بزاف كتب باللغة الإنجليزية والفرنسية للأولياء تبعهم اللي انتروديوزوني للقراءة. و je me suis intéressé l'anglais parce que c'est une langue internationale وهي يعني المستقبل في الجزائر. رواية خلف سطورها الكثير من الأحداث الخيالية التي يأمل الروائي أن تترجم إلى العربية ومن ثم إلى أعمال فنية أخرى. إيزوتوب هو النظير في العالم الفيزياء والكيمياء. النظير هي كل نواة عندها النظير تاعها يعني تشبه لها. الفكرة هذه تحكي على دانيال، هو سيتان غابت دو لابوغاتوار، جاو دي غروبمون بيغات لي زون اي جاك هاد لابوغاتوار، يلقى روحو دون زامون باراليل، هو ما على بالوش، يا دوطخ بيغسون اللي على بالهم، وجوستومون راهم رايحين يقولوا له بلي راك في امون باراليل، وهايا نعاودو نولو المون تاعنا، مي يلقى صعوبات، يتلاقى صعوبات بانهم بيعاود يولي، هنا تبدا القصة فريمون تتحول إلى ساي فاي أكشن ثريلر. مؤلف يضاف إلى تجارب أدب الخيال العلمي التي توجه إليها بعض الأدباء الجزائريين. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العدد الجديد من مجلة رفوف. نلتقي في أعداد أخرى. إلى اللقاء.